السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نفتكر مع بعض إزاي سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيستقبل هلال شهر رمضان. كان أول ما يشوفه عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. يبقى أول حاجة بنعملها لما بنشوف هلال شهر رمضان بنقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. أول حاجة كان بيعملها عليه الصلاة والسلام الاستبشار بهذا الشهر بالدعاء المبارك ده. يا ترى إحنا كمان هنفتكر نستبشر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله لهذا الهلال العظيم المبارك، هلال شهر رمضان. كلنا عارفين إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفرح جدا وبيفرح الصحابة بهذا الشهر الكريم.